فكرة مبتكرة لكسب الأموال قد لا تكون خاطرت على بال أحد في السابق. فهذا المصنع بالصيني ليس لصنع الورق ولا لإعادة تدويره، إنما يتخصص بتمزيق صور زفاف المطلقين. الصيني ليوي ابتكر هذه الطريقة حفاظاً على خصوصية من يريدون الطلاق، فبدلاً من رمي ألبومات صورهم في القمامة مثلاً، يقوم العاملون بالمصنع برش الطلاء على الألبومات لإخفاء وجوه المطلقين، ومن ثم تمزيقها بآلة مخصصة لتقطيعها حتى لا يبقى منها شيء. 婚姻呢是人生中特别重要的一部分。如果说确实遇到那么一段不合适的感情，我呢也希望通过我的这个工作吧，能够让那些处在低谷的客户朋友们尽快走出来。 ليو قال إن فكرته لاقت إقبالاً واسعاً في الصين، وتلقى طلبات من جميع أنحاء البلاد، حيث أنها لا تساعد الأزواج الذين قرروا الانفصال بالتخلص من الصور فقط، بل أيضاً يرى أن لها تأثيراً نفسياً على مضيهم قدماً بحياتهم بشكل أسرع، فيما تختلف أسعاره حسب حجم الصورة، وقد تصل إلى نحو 28 دولاراً.